والله والله تعذبنا، خلى اكثر ولا اقل. ايش تتمنى؟ لا لا مدرسه لا هاي. ايش تتمنى؟ تتمنى تتمنى ايش تتمنى خطي؟ ايش تتمنى يا شبيه بعد؟ لم يحظى بفرصة للتعليم في ظل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، كغيره من الأميين الذين يصل عددهم إلى 12 مليون أمي، ما يعني أن ربع سكان العراق أميون. أرقام صادمة تكشف هول الأزمة التي تعصف بقطاع التعليم العراقي بحسب تقرير للأمم المتحدة، بعد أن حقق العراق تقدما ملحوظا في القضاء على الأمية في ثمانينات القرن الماضي باعتراف تصنيفات منظمة اليونسكو عبر حملات واسعة شملت جميع مدن وقصبات البلاد، عرفت باسم القضاء على الأمية واستمرت عدة سنوات وحققت نجاحا كبيرا. تربويون يلقون باللوم على الحكومات المتعاقبة وأزماتها السياسية بعدما عجزت عن توفير الكتب المدرسية وطباعتها للتلاميذ وهم على مشارف عام دراسي جديد. آفات كثيرة ألمت بالبلاد ساهمت في رفع نسب الأمية، منها العامل الأمني بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وتردي الوضع الاقتصادي وضعف التوعية والاهتمام الحكومي، فضلاً عن غياب البرامج الحكومية للقضاء على الأمية، مدارس متهالكة وأخرى طينية إلى جانب الفساد المستشري وارتفاع مؤشرات عمالة الأطفال في بلد صدرت حضارته العلوم للعالم وكان نظامه التعليمي من أفضل الأنظمة في المنطقة لعقود خلت. يمر اليوم الدولي لمحو الأمية على العراق هذا العام وهو غارق في الخراب والمأساة المتجذرة بعد أن تفشى التخلف وأصبح أرضية مناسبة للميليشيات وسط مشهد سوداوي قاتم.